من بين الأغاني الكبيرة جدا، وخاصة الفنانين اللي يمكن دايرتهم إيدول في حياتك، والفنانين الكبار كما دادي ليلى، باش راح تفتتح اليوم المهرجان تاعنا بغنية جديدة اللي راح تخرج في هذا الألبوم. تري بيان، اسمها ليلى. فوالا سا فو تو دير. المرأة. تري بيان. المرأة. كما بنيتيها دائما. المرأة. بطابع شويه شغل ان بو روك ان بو راي، ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله. وهذا الكوفر تاع الالبوم. هدايا البوم اوا. اوا. اليوم خلينا نقول حوا واوا. خلينا نقولوا اليوم رانا 83 يوم على صدور البوم المقبل تاع سميرة ابراهيم. 83 يوم مانيش. والله ما حسبتهم خويا. 83 يوم. لانه عطيتي اون دات وراني نستنى فيها. اوكي. شوفي سميرة ابراهيم قلتي باللي في الـ في الـ في الالبومات اللي جازوا دائما كانت عندك لا توش ديالك. حكمتي من التراث ديالنا، حطيتي اللمسه تاعك. البوم هذا اوا اللي راهو جاي واش راح نشوفوا فيه؟ كان خرج اكسري تاع ماما. سمعنا هي دور كالكو بار في لي بلاتفورم، ولكن واش راح يكون في الالبوم تاع اوا لو خارج؟ راح يكون المراه الطبوعات مختلفه. واش سميره واش راهي عايشه اون 2022؟ صديق دقيقه هنا فيو لا كوف تاع الالبوم تاعك لا فام وهذوك اللي داخلين منه من اسكو سا سينيفي كالك شوز؟ اسكو بلا كوف حبيتي توصل ميساج فيو كو بارلي دو لا فام؟ الوغ جو معنا في البلاتفورم نحيوه، c'est mon directeur artistique. Elle, la photo elle a fait, elle a été faite par un grand photographe qui s'appelle Lam. C'est le fennan khdem ma Lady Gaga, ma Madonna, ma Jean-Paul Gaultier, ma enfin plein d'artistes. Les sujets les rahikon. On devine que voilà, l'Algérienne elle est plurielle. صح. Que rahin nahlou lghita w nqaddmou en cha Allah n'avancer. Que malgré le fait que rana waqfin voilà que الشمس مازال طالعه مورانا وان شاء الله نحطوها بالقدام ان شاء الله نخزر نشوف المستقبل تاعي avec les yeux en face.